صباح الخير ميراي، صباح الخير، كيفك اليوم؟ ماشي الحال ان شاء الله على طول. ميراي، عن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم بما انه مساقب اليوم العالمي للجوانح الدجاج تشيكن وينجز، رح نحكي شوي عن الدجاج وعلاقته بالكوليسترول. طب شو ابرز العناصر الغذائيه الموجوده بالوينجز؟ هلا هو الدجاج ك ك ك كأكلة يعني وخاصة تشيكن وينجز، هلا فينا نقول انه هي غنية بالبروتينات، يعني في تقريبا من الاشياء العالية بالبروتينات اللي تحتوي تقريبا على 8 جرامات من البروتينات، وعدا هيك عندك الفوسفور، عندك المعادن الزنك والبوتاسيوم وكل المعادن والفيتامينات، وخاصة الفيتامين بي اللي هن كثير مهمين لصحة الذهن وللنشاط وللميتابوليزم وللحرق. ولكن كمان بالمقابل هو بيحتوي على دهون وخاصة على نسبة كوليسترول كتير عالية بالوينجز تحديداً بالوينجز. يعني إذا عم تحكي بالحصة يلي ما بناكل أكتر من 10 تقريباً ما بيحتوي تقريباً 140 ميلي جرام للكوليسترول. الكوليسترول منه كتير صحي، لأنه نعرف مثلاً بالأريديس في كوليسترول، إنما نحن بنحبز هيدا النوع من الكوليسترول. إنما بالتشيكن وينجز 140 تقريباً ميلي جرام، يلي هن بالنهار نحن ما لازم نتعدى 300، يعني بعشرة تقريباً أخدت الكمية اللي لازم تكوني عم تاخديها بالنهار من الكوليسترول. ما فينا ننسى أنه كمان في بيكون مقلي، تشيكن وينجز بيكونوا مقليين، بيكونوا كمان هن أيام دبت بصوص الباربيكيو أو حيالة نوع تاني صوص، والكمان الصوص العجنب اللي بتبقى الدب كمان يلي معه، يعني إذا بدنا نحسبهم كلهم كوارث. يعني حقلك بالوحدات الحرارية تقريباً كل جانح كل وينج إذا شلتي منه الجلد بيحتوي على 50 وحدة حرارية تقريبا بين 40 والخمسين، إذا تركنا الجلد فيها بتوصل للسبعين، إذا وصلتي إنه تقليها وتزيد عليها الصوصات وبجلدتها ممكن توصل للميتين وحدة حرارية. يعني إذا عم تاكلي عشرة هيدول تقريبا 2000 وحدة حرارية لوجبة كتير ما بتشبع، يمكن بيخطوها أبتايزر. مظبوط. طب ميراي، اليوم قلتي لنا انه الكميه المسموحه هي ماكسيموم 10، يعني اذا كانوا كمان مقليين، يعني حتى كتير 10؟ لا مش مقليين. مش مقليين. مش عندي. بس اذا حدا عبقله انه بتنصحي انه ماكسيموم ياكل 10 حبات. مزبوط. ما هي كان نسبه بروتينات حسب، لا بتختلف بين كل شخص والتاني وقد ايه هو بيعوز بالنهار من كميه بروتينات او بالوجبه تبعه. لكن فينا نحن بما انه هن نحن عم نقول انه فيه نسبه كوليسترول كتير عاليه، نحن فينا نساعد حالنا انه اذا عبالنا ناكل هيدي الوجبه انه نخفف من ضرر الكوليسترول. عده قصص فينا نعملها. اول شيء نحن بنعرف انه الالياف بتخفف كتير من امتصاص الكوليسترول بالجسم، فاذا اذا تناولنا وجبه غنيه بالالياف قبل التشيكن وينجز بكون ساعدنا جسمنا. مثلا ناكل نتناول خضار، وخاصه عم بحكي عن الارديشوكي لانه نسبه الالياف اللي فيها ممكن تخفف من امتصاص الكوليسترول، او حتى ممكن ناخذ ملعقه كبيره من السيليوم هاسك اللي هو انواع من الالياف موجود بالسوبر ماركت، بتخلطيها بكبايه مي بتشربيها قبل الوجبه يلي بدك تاكليها بتكون غنيه بالكوليسترول. كمان بنعرف انه البندوره مع زيت الزيتون بتزيد من كثير من فعاليه اللايكوبين الموجوده بالبندوره، اللي هي عندها خصائص في دراسات بيانات مثل دواء تخفيض الكوليسترول. فاذا نحن عم نحضر هالتشيكن وينجز فينا نحط صلصة البندورة، بس أكيد الطبيعية عم نحكي مش رب البندورة، بنزيد عليها زيت الزيتون، البهارات والمطيبات اللي نحن بدنا مثلا مثل الحار اللي هو كتير منيح. هيدي كمان من الأشياء اللي بتساعدنا أنه نخفف من ضرر الكوليسترول الموجود بالتشيكن وينجز. بس مش يعني أبدا أنه نقدر ناكل كل يوم تشيكن وينجز، مرة بالسنة، مرة كل شهرين ثلاثة. أكيد. وأنا أكثر شيء بقول إنه هي عادة عم تعطيها لأولادك، يعني إذا نحن هيدي الطبيعة عادة الأكل عم تعمليها مرة أو مرتين بالأسبوع عم بتعلميها للولاد بينمو على هيدي العوايد الغلط اللي هي بعد وقت وعمر بتصير تأثر عليهم بشكل كتير سلبي، لأنه بنعرف نحن إنه الكوليسترول أو ارتفاع الدهون الغير جيدة بالجسم ما بيبلش الديبوزيت تبع على الشرايين للكوليسترول بعمر 50، لا ببلش بعمر كثير صغير وبصير يبين مع الوقت. من اي عمر ببلش تقريبا؟ في بلش من عمر العشرين سنه او يمكن حتى قبل. يعني هون كمان لازم نكون احنا منتبهين والاهالي كمان يكونوا منتبهين على شو عم بيطعموا اولادهم، اولادهم شو بيحبوا، يعني يتجهوا اكيد اكثر على الاكل الصحي
ما في مهرب انه يقدروا يمكن يمرقوا فاست فود وهالاخبار يلي هن مش هيلثي، بس انه مش بكثره اكيد. ليك هي انا كل على طول بقول هي عادات ممكن انت تعطيها للولاد، كيف بتعلميهم يقعدوا وياكلوا. يعني اذا انا حب قبل كل وجبه علمت الاولاد انه الاهم شيء او خلص يعني من المسلمات انه لازم يكون في صحن سلطه او شوربه قبل الاكل، هاي لحالة بتنمى وبتصير معهم عادات. بتعرفي مثلا بعيال او ببلدان نحن بناكل شيء بغير بلدان، لانه هيدي كلها هي كيف بتتعودي كيف بتعلمي. نفس الشيء للولاد بتعلميهم انه على طول يكون فيها الصحن الخضر، لانه كثير مهم هالالياف اللي بنعطيهم اياها قبل المأكولات الدسمة مثل تشيكن وينجز، وكذلك الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة اللي بدها تحميلنا جسمنا وخلايا جسم من الأكسدة. هي لايف ستايل بالنهاية، نحن متعود على هاللايف ستايل، وبيقولوا أصلاً بتاخد معنا شهر 30 يوم، يا منتعود على هذا اللايف ستايل يا منفكسه قبل، يعني 30 يوم لتصير من عاداتنا ومن ضمن يومياتنا. فلازم نشد على حالنا بس، ولانه فتره كرمال احنا نتعود انه نفوت على جسمنا انواع مأكولات تكون صحيه ومفيده، لانه بالنهايه هو اهم شيء صحتنا واهم شيء جسمنا. يعني مظبوط، انت يعني الاشياء اللي بتحطيها بجسمك هي بالنتيجه هي حتبين لبرا. وي ار وات وي ايت 100%. هلا مثلا نحن فينا نكون نحن عم ناكل تشيكن وينجز نعمل كمان نزيد حدا سفين الدجاج، يعني بنعرف السفينة كلها ما حتتعدى 100 أو 150 أكثر شيء هيلثي وصحي، فيها نسبة بروتينات كتير عالية، يعني سفينة الدجاج ممكن تعطينا لحديد 23 جرام من البروتينات ونسبة الكوليسترول فيها كتير قليلة. فإذا نحن بنكون عدلنا شوي شبعنا حالنا ببروتينات جيدة وعملنا الاعتدال اللي نحن على طول بنقول عنه، أهم شيء هو المودريشن الاعتدال. طب إذا بدنا نحضر تشيكن وينجز يكونوا صحيين وأكيد بالبيت، لأنه على طول بنعرف أكل البيت هو صحي، بنكون عارفين نحن أي صوص مستعملين شو عاملين كيف محضرين الأكل، كيف بدنا نحضر اليوم تشيكن وينجز يكونوا صحيين؟ هلأ نحن مثل ما قلنا أنه نسبة الكوليسترول أعلى شيء هي بالجلدة، فإذا هو من المفضل أنك تشيلي الجلدة أو الدهون الموجودة عليها. ما بدها شيء بس زيت زيتون، وأكيد زيت الزيتون بيفوت بالفرن وممكن نستعمله للطبخ وهو شغلة كتير آمنة. وممكن نزيد كمان الثوم يلي هو مضاد للأكسدة وبيساعد كتير للكوليسترول، وبهار وشوية ملح بحر أو الهيمالاين سي سولت وبيكفي. كمان مثل ما قلت قبل شوي إذا منزيد عليها صلصة البندورة مشرب البندورة، هيدا كمان عم بيزيد من اللايكوبين ومن المضادات الأكسدة يلي بتساعد بالكوليسترول وبتساعد كمان كذلك أهم شيء بالأمراض السرطانية وخاصة سرطان البروستات. بس هالشي بيعني أنه فينا ناكل كمية يلي بدنا إياها؟ لا، بنرجع بنقول انه كل شيء باعتدال، ما فينا نقول قد ايه كل شخص بيطلع له لانه حسب هو حاجته اليوميه من البروتينات، انما نحن انه تقريبا حصه التشيكن وينجز لازم ما تتعدى العشر حبات. هلا في كثير اشخاص بيقولوا لك 10 انا ما بيعمل شيء، خصوصا بالاوبن وينجز وتكون في اوبن وينجز هونيك الكوارث. فاذا هون بنتعلم اذا نحن بدنا نروح ناكل اوبن وينجز وما في مجال انه ناكل سلطه بالمطرح اللي رايحين ناكل بهيدا المطعم، نجرب ناكل هالخضره قبل ما نروح. انا على طول بقول جربوا شبعوا حالكم قبل ما تظهروا اذا انتم عم تنتبهوا على نظامكم الغذائي، او هونيك نعمل على انه نتاكد انه تناولنا نسبه الياف او خضار قبل الوجبه الغنيه بهالقد دهون. صحيح، لانه اهم شيء السلاد، وقت نبلش نحن بالسلاد وناكل كميه كافيه من السلاد، بس اكيد كمان تكون الصوص اللي فيها نعرف قد ايه محطوط زيت قد ايه محطوط ملح تضلها يعني صحيه، مشان هيك الصوص على جنب. مزبوط، ان كان حامض او خردل وزيت زيتون، زيت زيتون كثير مهم بيحتوي على كثير عناصر غذائية من أهمها الفيتامين إي اللي هو بيحمي لنا شرايين الجسم. وأنتوا حطوا الكمية اللي بدكم إياها واللي بتلاقوها أكيد كافية وصحية بنفس الوقت، بترجعوا بتقدروا تاكلوا أصلا. بس نشبع نحن من السلاد بنصير ناكل كمية كتير قليلة من حيالله شي بلا موجود إلى جنب. هو على طول أنت بس تكوني عم تاكلي الوجبة بده الدماغ على القليلة بالربع ساعة أو تلت ساعة كرمال تيوصل المسج على دماغ إنه أنت أخذتي الكمية اللي أنت عايزتيها. فإذا نحن بس بنكون عم ناكل على مهلنا، عم نبلش بسلطة، عم نزيد الألياف، بصير نشبع أكثر. مزبوط. بس ناكل بسرعة نضطر ناكل كميات أكبر. صحيح. ميراي، يعني المشاهدين كل جمعة على موعد معك ومعنا صحيح، إن شاء الله يكونوا عم يستفيدوا، أكيد ناطرينك مع موضوع جديد ونصايح غذائية جديدة بالحلقة اللي جاية. شكرا لك. ميرسي لك.